اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الثالثه والاخيره من برنامج الاهلي الليله، ودي فقره بنتكلم فيها عن ذكريات ومباريات القمه سابقا واحداث كانت جميله. كره القدم الحلوه اللي متعت جماهير كره القدم المصريه في فتره الثمانينات كان فيها كره جميله ونجوم يعني سطروا تاريخ كبير جدا. وبالاضافه لده هنتكلم ايضا عن مباريات النادي الاهلي في الفتره القادمه ورؤيه ضيفي النهارده، لانه من احد النجوم اللي كان تالقوا في مباريات القمه. يمكن الحظ ما كانش مساعده بشكل كبير انه يستمر، لكن كان ليه بصمه في مباريات القمه تحديدا من نادي الزمالك. وبالمناسبه هو من القلائل او الاسامي القليله جدا اللي كان اشقاء ليه او شقيقه بيلعب في نادي الزمالك ولعبوا قصاد بعض. كابتن شمس حامد نجم النادي الاهلي في جيل الثمانينات. كابتن شمس منورنا ومشرفنا. الله يخليك يا محمد، متشكر جدا على التقديم، وبمسي على كل الاهلاويه في كل العالم، وبمسي على المحبين للنادي الاهلي واقول لهم كل سنه وانتم طيبين. كابتن شمس، جيل الثمانينات ده جيل شفنا معاه متعه كره القدم، جمال كره القدم. كان دايما الجمهور بيروح الملاعب والماتشات بيتفرج على كره جميله، كره ممتعه. اكيد هو جيل الثمانينات. طبعا انا كان لي الحظ والشرف ان انا كنت واحد منهم. يعني هو جيل عظيم جدا، لانه جيل كان بيلعب كوره، كان جيل معظمه موهوبين في كره القدم، وكان جيل بيلعب الكوره لمتعه الكوره اولا، وبعد كده اي حاجه تانية تيجي يعني، لكن اولا كانوا بيلعبوا الكوره لمتعه الكوره، وبالتالي كان جيل عظيم، وجيل سطر بطولات كتيره قوي للنادي الاهلي وعمل تاريخ وانجازات غير عاديه للنادي يعني. تمام. في ذلك الوقت، في التوقيت ده انا فاكر مباراه الاهلي والزمالك الشهيره اللي انتهت بفوز الاهلي 3-2، وكان في عدد كبير جدا من قطاع الناشئين اتصعد في هذه المباراه الشهيره، وكان الكابتن شمس حامد من ضمن اللاعبين اللي شاركوا في هذه المباراه. لكن كنت موجود قبلها مباراه او اتنين ولعبت مع الفريق الاول. تمام. الفتره دي تذكرها، هتتكلم عنها ازاي، وهل سبق ليك لعب مباريات عديده قدام الكابتن بدر حامد؟ هو طبعا دي كانت فتره من اعظم فترات حياتي وحياه كل زمايلي اللي كانوا موجودين معايا في الفتره دي. احنا كنا يعني احنا كان بقينا سنه ونتصعد للفريق الاول، لكن احنا كنا بنتصعد، كان في معظم المجموعه بتاعتي كان فيها واحد او اثنين بيتصعدوا يلعبوا ماتش ويكملوا فوق وفي الدوري. انا لعبت ماتشين قبليها، والماتش ده لو ما كانش الكابتن احمد شوبير موجود كنت انا هبقى كابتن الفريق النادي الاهلي فيه يعني. طبعاً. لكن هو الكابتن احمد شوبير هو اللي جه، فهو لعب اقدم مني واكتر مني يعني. طبعا الماتش ده كان مهم جدا، وكان ليه ظروف برضو. النادي الاهلي دايما طول عمره دايما بيسطر التاريخ يعني، النادي الاهلي هو بيبتدي بالتاريخ، ان ما فيش اي حد يلوي دراع النادي الاهلي ايا كان مدير فني او مدرب او اداري او لعيب او مجموعه من اللعيبه يعني اذا تداعى الامر يعني. فالنادي الاهلي بقياده الكابتن صالح الله يرحمه اصدر قرار بان في ايقاف 16 لعيب. انا مش هدخل في تفاصيل الايقاف، لكن هو في 16 لعيب ايقاف. فلما توقف 16 لعيب من احسن 16 لعيبه اللي موجودين في مصر، وعندك الدوري الكاس كنا هنلعب دور الثمانيه مع نادي الزمالك وهتلعب مع نادي الزمالك، فده كان قرار طبعا كان لازم الكابتن صالح نحييه عليه الله يرحمه. وخد القرار وفعلا لعبنا الناشئين، لعبنا كل الفرقه بين قطاع الناشئين فرقتين، كانت فرقتي وفرقه الكابتن حسام حسن. عملنا ميكس من الفرقتين والحمد لله ربنا كرمنا، كان ماتش الزمالك وكسبنا الزمالك 3-2، وكان ليا برضو شرف الجون الاولاني انا كملتها والكابتن حماده مرزوق كمل فيها يعني. تمام. المباراه اللي لعبتها قدام الكابتن بدر حامد، ودي مباراه سنه 85 هي اللي بنتكلم لا دي الثانيه صح؟ هي دي. مباراه الاهلي والزمالك، وكان في التوقيت ده كابتن بدر حامد كان بيلعب في نادي الزمالك وانت بتلعب في النادي الاهلي. ودي ما اتكررتش كتير في الكره المصريه، يمكن اختتمناها ما فيش من ايام قليله لما صالح جمعه لعب مع النادي الاهلي قدام عبد الله جمعه بالظبط لاعب نادي الزمالك. انا اللي شط الكره دي وكابتن حماده اللي كمل فيها، وكابتن حماده مرزوق كملها، وكان عملت التشينج، بس انت اللي عملت التسديده والتسديده وكابتن حماده كمل فيها. كان حارس المرمى ساعتها في الزمالك كان نصر عبد اللطيف. كان نصر عبد اللطيف. نجوم الزمالك كاملين والنصر عبد اللطيف هو اللي كان بيلعب، هو كابتن عادل مأمور اياميها يعني. وكان ساعتها فاروق جعفر وكوارشي كل الكوارشي ده كان حاجه صلاح. تانية محمد صلاح، كابتن محمد صلاح كان موجود الباك رايت، واشرف قاسم وايمن منصور، ايمن يونس وبالظبط. كابتن بدر حامد لعب المباراه دي، كان كابتن بدر حامد مفارقات الظريفه يعني، كابتن بدر حامد بيلعب باك ليفت وانا كنت فرد بنلعب فرودين. ما كناش بنلعب 4-3-3، كنا بنلعب 4-2-2 4-4-2. فانا كنت فرد انا وحسام، فكنا بنلعب انا وحسام على الاربعه اللي ورا كاملين، فمره اروح لبدر ومره اروح لكابتن صلاح، دي من ضمن الحاجات يعني. رحت لبدر مرتين ثلاثه يعني. الحوار كان ايه بقى؟ لا الحوار كان لطيف يعني. طبعا الكابتن بدر بنبارك له بوصول حفيدته،
صوفية. ألف مبروك من بنته. بنقول له مبروك وكل سنة هو طيب يعني. طيب يعني الطبيعي أن الإخوات لما بيلعبوا أو هم يعني أنا مش عارف أشرحها زي بس الفكرة نفسها أنا بحاول أتقبلها أو أحاول يعني الاتنين خايفين على بعض الاتنين حريصين جدا على بعض الاتنين كل واحد حابب أن التاني يبقى كويس. طب في مباراة كرة قدم زي دي يعني أنت أكيد عايز تكسب وكابتن بدر حامد عايز يكسب انت رايح بالكرة عليه عايز تعدي وهو مش عايزك تعدي بس في نفس الوقت خايف عليك وهو انت خايف عليه لا يعني اشرح لي دي عشتها ازاي في الملعب. طبعا هي في الملعب كانت صعبة احنا كنا صغيرين على فكرة هم كانوا كبار وناضجين واحنا كنا صغيرين يعني انا فاكر ان انا كل لعيبة نادي الزمالك طبعا بالتبعية اصحاب بدر فاصحابي فكنا دايما كنت انا غشهم يعني دايما كنت اروح للكابتن صلاح واضايقه اروح للكابتن سعيد جدا واضايقه فكنت دايما بضايقهم وكانوا دايما ما يضربونيش كان او يدخل عليا جامد كانوا يروحوا يشتكوني لبدر اقول له شمسي يهدى اقول له شمسي فدايما فكان هو يجي لي ففي مره كان عليا انا فاول مع الكابتن محمد صلاح وبعدين الكابتن صلاح بقى ايه من كتر الشكوى بدري شافني وانا واخد الكره وماشي واحنا كسبانين واخد الكره وماشي وفاول عليا فلقيت بدري جاي من اقصى الشمال فاتح سبرنت عشان يجي يضربني ما هو عادي في البيت ممكن يضربني يعني تمام فانا لقيت نفسي سايب الكره وطالع اجري يعني ويا ريتني وقفت واتطرد هو ضربني وانطرد دي واقعه طريفه حصلت في المباراه دي كانت وبقى في لكن هو في البيت طبعا احترام الكابتن بدر كبير والاخ بياخد حقه في البيت بقى طبعا لا وهو كمان كنت دايما بشوف منه كل خير كان دايما هو كباك ليفت كان يجي يقول لي دايما كان يجي يعلمني يعني كان يجي يقول لي ايه الحاجات اللي تضايقه كباك انا اعملها كفيرود انا رقم 11 ده ايه الحاجات دايما اللي تضايقه كباكي انا عشان اعملها يعني كان دايما بيعلمني وكنت بسمع له يعني فلكن دي كانت من المواقف الظريفه يعني لكن برضو من الحاجات اللي نادر جدا هتلاقيها غير اخر حاجه عملها بتوع الزمالك مع اسمه صلاح جمعه صلاح جمعه وعبد الله جمعه لكن مع فارق عبد الله جمعه من بدر صعبه يعني تمام كسبت مره وكابتن بدر كسب مره وفي المرتين الحمد لله انا حرصت يعني المرة اللي هم كسبوها كان برضو ظروف كده المنتخب عندنا لعيبة 12 لعيب في المنتخب ونادي الزمالك كان عنده 4 بس فهم قالوا لازم نكمل الدوري من غير الدوليين فإحنا عندنا غياب 12 وهم عندهم غياب 4 فكملنا بالدوليين هم كسبوا للأسف كنا احنا يكفينا التعادل وطلعنا وكسبانين الشوط الأولاني 1-0 أنا اللي جايب الجون كان جون جميل وكان حكم بالمناسبة حكم طلياني برضو وطلعنا كسبانين 1-0 الشوط الثاني اتعادلوا كسبوا وطلعوا هم كسبين 2-1 وخدوا الدوري سنه يعني متعادلين تقريبا كابتن شمسي كسب ماتش كابتن بدر كسب ماتش لكن الفرق انك احرزت اهداف لكن كابتن بدر كان صعب يحرز بدر بس بيدافع بس بيدافع فكان بيدخل فيهم اهداف بس تمام طيب المرحله الحاليه بقى من خلال متابعتك للفريق الاول ومباريات الاهلي في الفتره الزمنيه الحاليه تقييمك او شكل الماتشات شايفها ازاي بما انك بقى قاعد بتتفرج فرؤيتك اكيد هتكون مختلفه تماما عن اللي موجودين في المجال او اللي دايسين اكتر في الوسط الرياضي. بص هو انا عايز اقول لحضرتك حاجه هو بدون شك هو في حاجات كتير جدا اتطورت وفي حاجات وقفت عندنا يعني هو اللي اتطور في كره القدم كره القدم بقت علم ودراسه وبقت موال تاني خالص يعني ده بالاضافه اللي هي استثمار وصناعه وفلوس داخله وفلوس طالعه دي انا ملياش دعوه بيها لكن كعلم كره القدم اتطورت وبقت حاجه تانية خالص احنا ما زلنا بنحكم كره القدم بهواه ما زالوا اللي بيحكموا كره القدم في مصر هواه وعن طريق انتخابات ليس اي علاقه بالاقدر بيجي لا هي كلها عمليه تربيطات فمن يدير كره القدم في مصر لغايه النهارده ثابت لا يتغير باسلوب عقيم لا يتغير لكن هو برضو زي ما قال الكابتن الاستاذنا الاستاذ عصام من شويه ان النادي الاهلي لازم دايما هو سباق في كل حاجه يعني النادي الاهلي دايما في مصر وفي الوطن العربي هو سباق بكل حاجه يبقى هو لازم النادي الاهلي عليه حمل كبير في تطوير كره القدم صحيح في ناس كتير هتعافر عشان التغيير لان في ناس عايزه متاخره دايما وعايزه تفضل على كده الناس اللي هي مش عايزه تتطور انسف يعني انسف يعني فهو النادي الاهلي لابد ان يكون عنده ورقه لتطوير كره القدم ولازم يكافح عليه انا دي من وجهه نظر شخصيه لكن انا من يدير كره القدم في مصر عقيم تمام طيب تقييمك لمباراة الأهلي بقى الفترة الأخيرة مباراة الأهلي المباراة بتاعت السان داونز طبعا هي مباراة بالنسبة للفنيات أنا لغاية دلوقتي مش لاقي لها أي حل أنا أول مرة في حياتي
انا كمدرب يعني ممكن عندي يكون عندي 2 3 لعيبه اوت اوف كنترول او اوت اوف فورم يعني مش يومهم او اوف داي مش يومهم، لكن الاقي كل اللعيبه والمدرب كمان، فدي كانت صعبه شويه يعني مباراه محتاجه دراسه شويه. لكن الاحسن منها ان احنا نخرج منها بسرعه ونقلب الصفحه. يعني اللي حصل في 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 المباراه الاخيره ان طلعنا كسبين 1-0 بس وخرجنا بره البطوله، يعني دي في حد ذاته مصيبه، الا ان وجود اللعيبه في الاخر مع الكابتن حسام عاشور. كره قدم يا استاذ كابتن شمس، اكيد اكيد يعني في مسميات في كره القدم ممكن نتفق او نختلف عليها، لكن فكره انك تخسر بطوله بتبقى مرفوضه طبعا وبتبقى زعلان وحزين، لكن الفكره ازاي تخرج بسرعه من المطب ده او ازاي تعالج ده عشان ترجع بسرعه. متفق معاك، بس هو كمان انك تخرج من البطوله لازم تخرج برضو انت ككيان النادي الاهلي كفرقه عندها شخصيه كفرقه عندها شخصيه واسم الاهلي. انا متفق بالظبط كده، يبقى الخروج خروج بشرف. لكن الخروج ده كان صعب شويه. الخروج بقى من المباراه من الموضوع ده كله اللي انا شفته في نهايه المباراه بان الكابتن حسام عاشور خد الفرقه، وده اعتقد صديق ليا اسمه الباشمهندس ماهر عبد العظيم قال ارى الرؤيه، يعني قال لي هو وجود الخطيب اول ما الماتش الشوط الاولاني خلص نزل الكابتن محمود الخطيب من المقصوره، انا يعني هو قال لي انه 99% انه نزل للعيبه تحت. لا بس ده ما بيحصلش في الاهلي ممكن شمس. لكن هو لا مش نزل عشان يقول خطه ولا يقول حاجه، لا طبعا انا عارف هو، لكن هو واجب ان هو يحمس. لا بس في جهاز فني يعني في النادي الاهلي، لا انا بتكلمش على الجهاز، انا هتكلم في فنيات ولا اي حاجه خالص. انا فاهم هو بيتوقع ناحيه اداريه، هو بيتوقع لكن ناحيه الواقع ده ما حصلش بالظبط. لكن هو اللي حصل بقى من عاشور انه لم الولاد واتكلموا مع بعض في نهايه الماتش وطرحوا للجمهور اللي هو قبل اعتذارهم زي ما قال الاستاذ عصام انه اعتذر للجمهور والجمهور قبل الاعتذار، ان الاولاد لازم يعرفوا كويس قوي ان هم راحوا اعتذروا بيعتذر ما هوش كلام كده قدام الناس وخلاص، لا اعتذر عشان غلطه كبيره لا تتكرر وعلشان عوده يعمل عوده للمباريات اللي جايه، انه خلاص لازم سايكو اناليسيس يعني لازم الموضوع ده 5 أيام لازم ترجع فيهم نفسيا مش لا بدنيا ولا فنيا ولا اي حاجه خالص. نهايه المباراه كانت جديره بان اللي حصل ده رساله ان احنا رجعنا خلاص الماتش انتهى والبطوله خلصت واحنا خلاص ده مشهد تحيه الجمهور للفريق وللاعبين، صفحه جديده مع الجمهورنا العظيم الجميل ده علشان احنا عندنا البطوله اللي هتوصلنا لافريقيا السنه الجايه ان شاء الله. شايف الفكرة أو وقفة حسام عاشور مع كل اللاعبين كدوره ككابتن للفريق ساهم بشكل كبير في معالجة نفسية للمرحلة القادمة؟ أكيد أكيد. لو حتى أنت كمان لاحظت أن كل الجهاز الفني والإداري نزل حوالين اللعيبة وكلهم شافوا عاشور سامعين عاشور وهو بيتكلم سايبينه مدينه مساعته، عشان دي مهمة جدا أن واحد من اللعيبة يتكلم. دي كان دايما بيعملها الكابتن محمود الخطيب والكابتن مصطفى عبده وربنا يديله الصحة ويمسيه بالخير، كان دايما بنتجمع في اوضه الكابتن مصطفى او الكابتن محمود الخطيب كابتن الفرقه ويقولوا لنا ان اسم النادي واسمنا وشكلنا وشكل النادي والى اخره، ده غير اللي بيقوله مدير الكوره، غير اللي بيقوله المدير الفني، غير اللي بيقوله رئيس النادي في وقت من الاوقات. لكن اللعيبه مع بعضيها لازم في مسؤوليه لازم نتحملها. صح لازم نتحملها. بخصوص برضو جيل الثمانينات ده جيل من اللي رسم البسمه واللي رسم خريطه النادي الاهلي، جيل الثمانينات ده عمل حاجه كويسه جدا للنادي الاهلي وعمل يعني من جيل الثمانينات ده طلع كابتن محمود الخطيب ايقونه الكره المصريه في الفتره يعني في فتره لغايه النهارده الكابتن محمود الخطيب ايقونه الكره المصريه من جيل الثمانينات. الكابتن محمود الخطيب ساهم بشكل كبير جدا ان الكوره في مصر يبقى ليها اهميه او في الوطن العربي عامه يعني. فدي جيل الثمانينات احنا كنا محترفين واحنا مش محترفين. يعني ده بين قوسين كده الفرق ما بين جيل الثمانينات والاجيال دي. احنا كنا محترفين بجد. احنا كنا بندخل النادي الساعه 10 صباحا. الغدا الساعه 12. التمرين الساعه 3 ده كله احنا موجودين في النادي من الساعه 10، بعد التمرين الساعه 7 بنروح. ده احتراف كامل. انت النهارده كل المحترفين بس فلوس يعني كل اسعار، لكن مع احترامي بيجي التمرين الساعه 3 ويمشي ما فيش اي، لكن طول النهار ما تعرفش هو فين. اللعيبه يعني ما عندهاش الوعي وما عندهاش الثقافه
ما عندهاش كالتشر انه يبقى لعيب محترف، دي حياته ودي اللي بياخد عليها فلوس ودي اللي بتخلي شكله كويس وشكل مصر بالتالي. فدي انا بتهيالي ما عندهمش الوعي ده، لازم في دروس كتير جدا يتعلموها في المواضيع دي، انه ما يبقاش لعيب محترف بس في فلوس، لا محترف بكامل، حتى يشوفوا حتى اللعيبه محمد صلاح ويشوفوا كريستيانو، ما يشوفوش هو بيلعب، لا يشوف حياته كامله ايه، يعني لازم يعرفوا حياته ازاي، بيروح النادي امتى وبيقعد في النادي لغايه الساعه كام وبيتمرن كام مره في اليوم وبيتمرن على ايه وايه اللي ناقصه وايه، لا دي حاجات احنا كنا بنعملها واحنا ما كناش محترفين. تمام. المباراة القادمة في الدوري البعض بيصفها ان هي مباراة بثلاث نقاط، لكن مباراة حاسمة في شكل المنافسة بالذات في المقدمة. كيف ترى مباراة بيراميدز زي كابتن شمس، وهل المباراة نحسبها كقوة ولا جاهزية؟ لا هو حضرتك جاهزيا وقوة، لازم الكرة القدم تبقى جاهز وقوي وعندك فنيات عالية وعندك مدير فني من بره بيدير وعندك إدارة مسهلة لك كل الأمور وحطلك على حطك على الطريق الصحيح. هو طبعا المباراة اللي جاية، يعني ما أنا أعتقد من شخصيتنا احنا كالنادي الأهلي احنا ما نخسرش من الفرقة مرتين، دي رقم واحد. رقم اتنين ان انت طالع من محنة، لازم تثبت ان انت أقوى من المحن، ده طبيعتنا لازم نبقى أقوى من أي حاجة وبسرعة، مش عايزه وقت، علشان هي ده الفرق ما بين القوه العظمى او الفرقه الكويسه اللي عندها الشخصيه ما بين اي فرقه تانية. الفرقه التانية ممكن تقع في تقع في المحنه شويه لغايه لما تفوق، لكن البطل لا، الفرقه اللي عندها شخصيه لا، الفرقه الاولى في القرن لا، النادي الاهلي لا، احنا لازم نرجع بسرعه وشخصيه لعبتنا وشخصيه نادينا وشخصيه رئيسنا هو ده اللي المفروض يكون، ان شخصيه النادي الاهلي تبان في ماتش بيراميدز. ماتش بيراميدز كفنيات احنا طبعا عندنا الحمد لله لعيبه كتير وعلى اعلى مستوى والمفروض ان احنا الاول في الجدول، فانت ما عندكش اي مشكله انك ما تخسرش من بيراميدز. بيراميدز لو كسبتك تاخد الدوري، لو كسبتك مرتين اي فرقه تكسب النادي الاهلي مرتين تاخد الدوري. فاحنا ان شاء الله الماتش اللي جاي نفسيا مؤهلين وفنيا احنا الاول في الجدول، وبيراميدز المفروض ان هي عملت علينا الجيم الاولاني وكسبته، الجيم الثاني ما تكسبوش. تمام. بعد مباراه سان داونز تتوقع ان يكون في شكل التغيير في التشكيل بنسبه كبيره، ولا يبدا بقى خلاص يثبت التشكيل لانه خلاص ما عندوش منافسات الفتره القادمه خلال الشهر القادم الا الدوري العام؟ يعني انت عايز تقول انه يبطل روتيشن؟ يعني هو انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هو كان يعني كان مضطر لانه كان في عندنا الاصابات كتير. ودي برضو نقطه مهمه جدا انا لازم اعرفها، يعني ايه ليه الاصابات في النادي الاهلي كتير؟ بس خد بالك يا كابتن شمسي في نقطه، ما هي الاصابات في الاهلي كتير بقت في الانديه المنافسه ايضا كترت نتيجه ضغط الماتشات. يعني احنا في الوقت ده كنا دايما السبوت دايما او الحديث دايما عن النادي الاهلي في موضوع الاصابات، لان كان حجم المباريات كبير بس ما كناش واخدينها القياس مع الفرق الاخرى، لان الفرق الاخرى كان عدد مبارياتها اقل. لما ابتدت تتساوى الفرق في عدد المباريات مع الاهلي وبقى في ضغط ماتشات للفرق المنافسه، ابتدت تظهر اصابات، ابتدى يبقى في غيابات، ابتدت الامور تظهر للناس ان مش القصه في الاهلي بس، لا ضغط الماتشات بشكل قد يكون غير علمي نتيجه عدد مباريات غير مسبوق في كره مصريه او في الكره الافريقيه، فبالتالي سبب عدد كبير من الاصابات. عدد المباريات كام؟ انت السنه دي ممكن تصل لحوالي 70 مباراه في سنه واحده. لا مش للدرجه دي، يعني احنا عندنا انت لعبت السنه دي 2 دوري ابطال افريقيا يا كابتن شمس. لعبت بطوله عربيه. بتلعب دوري 34 مباراه، بتلعب كاس مصر، فعدد المباريات يوصل في حدود حوالي 70 فعلا. برضو دي من عشان كده عايز اقول لحضرتك ان احنا اللي بيديرنا هواه، اللي بيدير الكوره في مصر هواه. والهواه دي بيتدخل فيها بقى ما تعرفش السياسه ولا بيتدخل فيها ايه، انك تلعب عدد 70 مباراه في دوري، دي برضو من كارثه. يعني انت لما تيجي تبص على الدوريات العالم كله بماتشاتهم الدوليه بماتشاتهم ما يلعبش 35 40 مباراه في السنه كدوري مع كاس مع اوروبا، كل حاجة. ممكن توصل حوالي 55 مباراه في السنه، لكن انت تيجي بتلعب 10 20 40 مباراه 30 مباراه في السنه، كنت بتلعب 30 مباراه في السنه وتلعب 70 مباراه، طبعا دي ما هياش حاجه مش مدروسه اطلاقا، وكانت كده عشوائيه علشان ما اعرفش في التدخل السياسي او يعني ما اعرفش كان في ماتشات. لا هو كمان البطوله الافريقيه كمان السنه دي اتلعبت مرتين نتيجه تغيير الاجنده. تمام. فده سبب عدم العربي. طب وعندك بطوله عربيه، ليه بتوافق على البطوله العربيه؟ البطوله العربيه كان كرنفال حلو يعني برضو الفرق. ما هو كرنفال حلو بيأخرك ورا، يعني انا ما شفتهاش موجوده في اوروبا خالص يعني. لكن احنا عايزين نتطور في الكوره، يبقى لازم نتطور في كل حاجه، لازم نتطور الاول اللي بيدير الكوره،
لازم اللي بيدير الكره يبقى محترف بروفيشنالز، لازم اللي بيديروها يكونوا محترفين، لكن مش هواه ومش اي حاجه تاثر فيه ومش وفي ايه الفرقه اللي تلعب كل 3 ايام ماتش دي يعني. انا عايز الاقي ايه كل 3 ايام ماتش، مين اللي هيلعب كل 3 ايام ماتش؟ ده انا كنت ماسك فرقه في درجه ثالثه السنه دي برضو كانوا بيلعبونا كل 3 ايام ماتش ليه؟ انا مش عارف، ما انت عندك الوقت طويل والزمن طويل يعني، مثلا جه عندك الشتاء نزل في يوم يقول لك هنلعب لك الماتش في وسط الاسبوع، اسبوع في درجه ثالثه تلعب ماتش في وسط الاسبوع يعني اسبوع ما تخجلها للاخر. وبعدين انت دلوقتي دي موانع طبيعيه يعني، ما حدش بايده يعني، فدي كارثه برضو. وتعال عندنا كمان شوف الملاعب ممكن تجيب لك الاصابات يعني. انا لو في وقت كنت اوريتك فرقه درجه ثانيه في السعوديه، ثالثه يعني زي ثالثه عندنا هنا، واخد بعضك، جم يلعبوا الماتش النهارده، ثلج نزل عندهم، ثلج والملعب بقى كله ابيض بتغرق ثلج، اجلوه 24 ساعه يتاجل 24 ساعه، ثاني يوم الملعب بساط اخضر ولا الزحلق واحد حتى. فين بقى امكانياتنا احنا درجه ثالثه في السعوديه؟ فين احنا امكانياتنا احنا بقى هنا في درجه اولى في مصر؟ ماتش اهلي وزمالك، شكل الكره المصريه، واخد بالك، صوره الكره المصريه وصوره مصر واحسن فرقتين عندنا في مصر، ويقول لك ماتش الاهلي والزمالك، وبعدين يجي مباراه الملعب يغرق، وبعدين يجي يقول لك لا لازم يتلعب النهارده. ليه لازم النهارده؟ محتاج 24 ساعه. طيب بكل المعطيات دي شايف المنافسه على الدوري ازاي؟ تقييمك لشكل المنافسه او بطوله الدوري السنه دي؟ بص، ان شاء الله اللي انا شايفه، انا هنا من هنا قلت قبل كده، واحنا كنا تقريبا قبل الاخير باتنين بالظبط، لما كان عدد مباريات مؤجله كتير بالظبط، قلت ان شاء الله الدوري بتاع النادي الاهلي، لان المشوار طويل، والمشوار الدوري مش الدوري مشوار، اللي نفسه اطول هو اللي بيكمل. النفس ده محتاج له شويه حاجات، شويه الحاجات دي موجوده في النادي الاهلي. طيب قبل ما نخش في تفاصيل اكتر في هذه الجزئيه، نخرج لهذا التقرير نسمع راي الجمهور في تقييم وشكل الدوري والمنافسه، والدوري السنه دي هل صعب سهل واضح مين الاقرب ليه؟ نخرج لهذا التقرير ثم نواصل حديث مع كابتن شمس حامد بعد هذا التقرير. انا شايف المنافسه قويه تمام، وانا شايف ما بين الاهلي والزمالك وبيراميدز، الاهلي طبعا يعني هو انا شايفه هو متصدر وقوي يعني اللعيبه، انا حاسس ان هم بيلعبوا بقوه شويه، وحاسس ان هم برضو مضغوطين شويه من الانديه اللي حوالينهم، بس انا باذن الله تعالى يعني انا شايف الاهلي ان شاء الله يعني هو هياخد الدوري ان شاء الله. الاهلي كالعاده باذن الله يعني، نادرا الاهلي ما يفقد الدوري طالما تصدر، ان شاء الله بفرصته احسن باذن الله. المنافسه الموسم ده احسن من الموسم اللي فات يعني، بقى في منافسه قويه، مش بس الزمالك وكده، لا في بيراميدز دلوقتي بقى في منافسه احسن، وشكل الدوري بقى احسن. والله دلوقتي منافسه اول سنه تحس في منافسه قويه قوي بين الاهلي والزمالك او بيراميدز دخلت معاهم، فانا شايف ان شاء الله ان المنافسه تبقى قويه جدا لحد اخر ماتش، والاهلي دلوقتي متقدم بنقطه، وبيراميدز كان داخله معاهم اخر اسبوع، انا متوقع اخر اسبوع هو اللي هيحدد مين ان شاء الله بطل الدوري، بس ان شاء الله هو الدوري اهلاوي ان شاء الله. الدوري اهلاوي ان شاء الله السنه دي، وماتش يوم الخميس ان شاء الله مع بيراميدز هو اللي هيحدد بطريقه كبيره جدا مين بطل الدوري، شكل الدوري هيمشي ازاي بقى، مين اول ومين تاني ومين تالت. وطبعا الماتشات بتاعه الاهلي يعني فاضل، الماتشات اللي فاضله له اكيد مش اصعب من مباراه الزمالك، فالمنافسه هتبقى بين الاهلي والزمالك وبيراميدز مين اللي يحسم الدوري، والمركز الثاني برضه هيبقى في منافسه قويه جدا عشان بطوله الافريقيه السنه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله الدوري اهلاوي ان شاء الله اكيد، يعني حاجه احنا متعودين عليها من صغرنا يعني، نادي الاهلي ده نادي القرن، بصرف النظر عن الاحداث بتاع اليومين دول حاجه جديده علينا، لكن الدوري مش جديد علينا، الدوري بتاعنا يعني ان شاء الله بتاع الدوري اهلاوي. اهلا بحضراتكم من جديد، وتقرير فيه حماس كبير جدا من جمهور النادي الاهلي، الدوري صعب الدوري قوي، لكن الكل بيجمع على فكره ان الدوري باذن الله الدوري اهلاوي.
تعليقك يا كابتن شمس. طبعا بدون شك ان الدوري، انا سعيد جدا بان الدوري بقى فيه فرقه ثالثه في مصر. كتر الفرق المنافسه على البطوله دي بتخلي شكل الدوري كويس، وبتخلي سعر، حتى سعر اللعيبه في مصر واسماء اللعيبه في مصر وحتى المدربين بتبقى حاجه كويسه، ان انت عندك اكتر من نادي بيتنافسوا على قمة. طبعا الاهلي والزمالك المنافسين التقليديين، وطبعا نادي بيراميدز. انا 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 واحد من الناس مش شايف غير ان بيراميدز ده من الفرق الكويسه جدا، وانا سعيد ان هو موجود في مصر، ان الفرقه دي موجود زيها في مصر، لعيبه تملك لعيبه كويسه جدا على اعلى مستوى، وعندهم مدرب كويس. ده كله بيساعد في رفع مستوى اللعيب المصري ورفع مستوى الدوري المصري. لما يبقى في عندك اكتر من 3 4 فرق بينافسوا على البطوله، ده بيرفع من شكل الدوري، وبيرفع كمان من مستوى اللعيبه المصريين اللي هتمثل مصر في المنتخبات اللي جايه ان شاء الله. طب هل تتوقع ان ممكن يحدث متغيرات في شكل المنافسه في الاسابيع الاخيره؟ اتوقع. ازاي؟ بمعنى اتوقع ان بيراميدز يبقى الثاني والزمالك الثالث والاهلي طبعا البطل، وده هيظهر من خلال المواجهات المباشره. بالظبط كده. بالظبط كده. وانا وخصوصا ان الزمالك، يعني مع احترامي الشديد لنادي الزمالك، مش متعود على انه يتحمل الضغط على مر طول السنين. يعني النادي الاهلي، يعني انا فتره من الفترات النادي الزمالك كان الاول على النادي الاهلي ب 8 بونت او ب 12 بونت، ايام ما كان الماتش ببونتين اتنين، وفي الدور الثاني جبنا الزمالك وكسبناه في الماتش النهائي وخدنا البطوله. كان في التسعينات الموسم ده لا في الثمانينات برضه. هي حصل كتير في الثمانينات. اللي انا فاكرها دي في الثمانينات. فانا فاكر ان الزمالك الماتش اللي فات المستشار مرتضى منصور كان عايز يقدم اليوم علشان يلعب مع ملعب في نفس التوقيت بتاع النادي عشان الضغط، وفعلا اهو الزمالك لعب واتغلب والاهلي لعب وكسب. فهو الزمالك ما بيتحملش ضغط، لكن النادي الاهلي بيتحمل ضغط اللعيبه. بناء على كده انت وجهه نظرك شايف ان ممكن تحدث تغيرات في شكل؟ اكيد ان شاء الله. انا عندي احساس بكده. طيب ايه المطلوب من الاهلي عشان يحافظ على الدوري او يفضل دايما في المقدمه حتى الاسبوع الاخير؟ اولا اللعيبه لازم تعرف وتحس بقيمه النادي الاهلي، لازم تعرف وتحس وتفهم قيمه الفانله اللي هي لابساها، لازم تعرف تاريخ الفانله اللي هي لابساها. معظم اللعيبه من بره النادي، فدي برضو من الحاجات اللي انا برضو بلوم عليها قطاع الناشئين عندنا. بس العصر الكوره كده يعني انت بتعتمد على القطاع، بس بساعات بتلاقي نجوم مميزين في انديه تانية بيجوا، وده حصل حتى في جيل بركات ابو تريكه وائل جمعه، كان معظمهم من غالبيه من بره النادي الاهلي. انا عايز لو اتكلمنا عن الموضوع ده، هو في نقطه مهمه، ما فيش بني ادم في مصر اول ما بيشب وعايز يلعب كوره الا لما يروح اختبارات النادي الاهلي. مظبوط. كل اللعيبه اللي في مصر دي كلها لو سالت البدايه هتلاقيهم راحوا النادي الاختبارات النادي الاهلي ومشيوا. يبقى احنا عندنا هنا قصور، مشكله، لان انت هو راح لعب في حته تانية وبقى كويس وانت بتجيبه بفلوس كتير، خلاص يبقى في هنا مشكله. يبقى هنا الفيجن، الرؤيه اللي بتجيب الاولاد عندنا مش كويسه. بعد كده بقى انت بتطورهم، بيجوا بتختار كويس وبعدين بتطور. دي عندنا في مشكله، دي لازم ناخد بالنا منها كويس. يعني اختيار اللعيب وتطويره مهمة جدا جدا جدا، مش هتجيبه من بره، لان انا بقول لك اهو مفيش، لو في مليون ولد بيبقى عايز يلعب كورة او المليون كلهم بيروحوا النادي الاهلي الاول. النادي الاهلي بياخد ال 30 اللي هو عايزهم وبيمشي، يروحوا 30 يروحوا نادي الزمالك، وبعد كده اي حد اللي راح لاهلي ولا زمالك بيروح اي نادي قريب منه. فكون ان اللعيب لعب في اي حتة دي يبقى غلطتنا احنا. اسال اي لعيب في اي حتة في مصر، انت رحت اختبارات النادي الاهلي؟ هقول لك رحت اختبارات النادي الاهلي. فدي مهمة جدا لازم نراعيها يعني. تمام. طيب المباراة القادمة أكيد ممكن تدي فرصة لصالح جمعة، ممكن تدي فرصة لمحمود وحيد، هيبقى في مش هقول تغيير في التشكيلة، بس يعني هيبقى عندك مساحة بقى إنك تدي عدد كبير من اللعيبة، ولو في ماتشات كل 3 أيام في المراحل الأخيرة من الدوري هيبقى عندك كثافة في عدد من اللاعبين. رؤيتك الفترة القادمة بنفس التشكيلة الأساسية اللي لعبت المباراة الأخيرة، ولا شايف إن ممكن ندي فرص لصالح جمعة، لمحمود وحيد، مروان محسن مع وليد أزارو؟ يعني هو فنيا مش عايز اتكلم كتير، بس هقول لك حاجه، انت عايز من المباراه دي ايه؟ هو المدرب عايز من المباراه دي ايه؟ عايز يكسب ولا عايز ايه بالظبط؟ يعني حسب معطيات كل مباراه. حسب معطياته هو عايز ايه؟ هو زي مباراه سان داونز، عايز يكسب ومنزل 3 ديفندرات. طبعا ايه يعني 3 ديفندرات ليه؟ فهو انا هو عنده قصور شويه في ازاي عايز ايه فيلعب بمين، انا عايز ايه فعايز هلعب بمين، لكن هي العب بمين وادخل مين وليه ده؟ لا، هو المدرب بس هو عايز ايه ويلعب بمين، هو عايز ايه ويلعب بمين، دي برضو محتاجه شغل.
كمدرب. هو عايز يلعب، هو عايز يكسب سان داونز، طيب يبقى يلعب بمين؟ ما يلعبش بثلاثه ديفندرات. طب الماتشات الجايه هو عايز يكسب، ما يلعبش بقى بثلاثه ديفندرات برضو. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه إيه إيه، انت بتلعب سان داونز وعايز تكسب، بتسيب الفرقه اول خط لاين للدفاع هو خط الهجوم. انت بقى بتسيب الفرقه تلعب عليا من تحت وتعمل هجمه عليا وتنهيها عند جوني، اولا بتاخد ثقه، تاني حاجه بتستهلك وقت، تالت حاجه بتستهلكني انا كلاعب في نص الملعب وبعدين ممكن يجيب جول. فدي كانت مشكله عنده. انا بس ربنا يكرمه في هو عايز ايه ويختار اللي هو عايزه صح. ما هو المشكله كلها انت عايز ايه وتختار اللي انت عايزه صح. تمام. الفتره القادمه في مباريات الدوري شايفين الصراع مختلف ما بين المقدمه او حتى في وسط الجدول والمؤخره، في دايما يعني ثلاث نقاط او ست نقاط تصعد بيك من المركز الاخير او قبل الاخير الى المنتصف الجدول او الى المراكز المتقدمه في الجدول الدوري العام. شايف شكل الجدول ازاي او شايف تقييمك للمنافسه في الدوري سواء في الهبوط او حتى في وسط الجدول؟ هو إيه، هو بيسموها المنافسه الوهميه. يعني تحت منافسه وهميه، بحيث ان اللعيبه يعني اللعيبه لها سعر لكن اللعيبه قدراتها محدوده. يعني النهارده مثلا يكسب بكره يخسر ثلاثه، النهارده يتعادل، يعني مفيش ثبات في المستوى، مفيش لعيب عنده قدره على انه يلعب خمس ست سبع ثمان ماتشات زي بعض. مستوى ثابت فهي اللعيبه عندها قصور في حاجات. ثقافه اللعيبه عندنا في مصر انه يعني فاهم الموضوع غلط، انه ما بينامش بدري، انه ما بيرتاحش كويس، ما بيتمرنش كويس، ما بيركزش كويس مع المدرب. ما عندناش لعيبه تقدر تستحمل انك تعمل تغيير في الخطه جوه في الملعب. اول حاجه المدرب علشان يغير شكل اللعب بيغير من بره، يقوم يغير منزل اتنين لعيبه عشان يغير الشكل. لا، دي اخر حاجه تفكر فيها انك تغير من بره. فين اللعيب بقى اللعيب اللي فاهم وواعي ومركز انه تقدر تقول له لا بدل ما نلعب 4 4 2 لا نلعب 4 3 3 انت تطلع من هنا؟ وفين اللعيب اللي امكانياته وقدراته انه ممكن يلعب هاف رايت وممكن يلعب سنتر فيرود وممكن يلعب باك رايت فين او يجي من تحت؟ فين اللعيبه دي؟ لا ما عندناش للاسف. يعني عشان كده انت شايف الفرق الدوري كلها او معظمها قريبه من بعضها جدا. شيل الثلاثه اللي قدام تلاقي كل التانيين زي بعض، ما فيش حد احسن من حد، كلهم زي بعض. تشيل الثلاثه الاوائل هتلاقي كلهم زي بعض. طب المنافسه على الهبوط من وجهه نظرك ممكن لغايه الاسبوع الاخير في الدوري؟ وحظ. يعني اللي هيهبط ده هيبقى مش محظوظ مثلا يعني. يعني النهارده بتلعب امبي والجونه، امبي كسب، امبي كسب. طيب امبي كان الماتش اللي فات خسران، مش عارف الجونه كسبان خلاص الماتش اللي فات كسبان او كسبان يعني كسبان 3-0 دلوقتي. فهو يعني انت ما انتش يعني ما انتش زي ما بقول لك هي خداعه، بس هي النتائج خداعه وشكل خداع، لكن كلهم زي بعض، كلهم زي بعض. حتى المدربين اللي ماسكين للاسف ما فيش تطوير، هو بيلعب على قد اللي معاه، ما فيش لعيب، المدرب ما بيطورش من اداء اللعيب. طب مين اللاعب اللي لفت انتباهك في الدوري بشكل عام؟ طبعا الاجنبي، طبعا اللي بتاع كينو بيراميدز ده من اللعيبه التحفه، لعيب من اللعيبه الكويسين جدا. طبعا في علي ماهر اسمه بتاعنا احنا بتاع الاهلي اسمه علي معلول، لا اللي كان جاي اعاره من اللي كنا مدينه اعاره سموحه سموحه اللي بيلعب في نص الملعب ناصر ماهر من اللعيبه الكويسه جدا اللي هيبقى حاجه كويسه في مصر. طبعا في لعيبه كويسه جدا 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 موجودين يعني، لكن للاسف قليلين برضو. طب مين الفرقه اللي تتوقع انها تهبط للقسم الثاني؟ انا ما متوقعش مين اللي هيهبط يعني، لكن ولا متوقع مين اللي هيقعد، بس زي ما قلت لك يعني هي منافسه خداعه اللي تحت دي، ما مش قادر تاخد فيها قياس. لا لا لا، وحظوظ اللي ربنا عايزه هيكون، لكن مش اللي هم عايزينه هيكون. اولا ربنا اللي هو عايزه هيكون، لكن هم للاسف يعني ما فيش مش شايف اي لعيب بيتطور في اي فرقه عن الماتش اللي بعديه. يعني ما فيش يعني انا ما اعرفش ايه اسلوب تدريب المدربين، يعني هم بيشتغلوا على او طبعا ما فيش خطط، ما فيش تاكتكس خالص يعني. يعني المفروض كرة القدم حاجتين، يا إما تطور الولد يا إما تطور من التاكتكس بتاعك. ومش هتطور التاكتكس إلا إذا كان التكنيك ولد بتطور. طيب أنت مش عارف تطور التكنيك بتاع الولد، فمش هتطور التاكتكس، مفيش تاكتكس أصلا، فما ومفيش تكنيك أصلا.
فدي امور يعني تبقى لعيب بيلعب درجه اولى ممتازه في مصر وتمنه بالشيء الفلاني وما بيعرفش ده يباصي تحت ضغط خصم ولا بيعرف يستلم، يعني لما واحد يضغط عليه تضيع منه او ياخدها منه او تطلع منه قاوت او يقع، دي فين دي؟ يعني تتفرج كده على ماتشات اللي بره، اي تحت ضغط خمسة تحت ضغط خمسة في 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 3 4 متر بيطلعوا بيها. لكن عندنا لا، عندنا لو واحد ضغط على واحد خلاص راح، تبقى دي يعني اللعيبه دي ولا حاجه. الدوري السنه دي شايفه افضل من السنه اللي فاتت واللي قبلها، ولا بما انك بقى اتكلمت على المستوى الفني وانا شايف ان المستوى الفني من وجهه نظرك مش قوي، سيء. فانت المستوى الدوري بيتقدم ولا من وجهه نظرك بيرجع؟ ولا هو ما لا ما بيتقدمش خالص. هو انت شايف السنه دي الدوري سخن الدوري قوي؟ لا هو مش دوري سخن، مش دوري مش قوي، الدوري فيه فرقه خلت شكل للدوري كويس اللي هي فرقه بيراميدز اللي دخلت في المنافسه، كسبان 4 وكسب الماتش اللي فات كان عامل ايه انبي؟ ما هي نتائج دايما متذبذبه مش مفهومه. يكسب النهارده 4، الماتش اللي فات كان عامل ايه انبي؟ هو البيراميدز انا شخصيا يعني يعني الحسنه الوحيده للتركي الشيخ انه حط لنا بيراميدز وصرف على بيراميدز وجاب لنا من بيراميدز وعمل فيه مناسبه وعمل حاله حلوه بيراميدز، لكن الدوري مش زي السنه اللي فاتت خالص. تمام. طيب باقي في الدوري حوالي 10 مباريات ما بين سواء المقدمه او يعني 9 مباريات للاهلي والزمالك، وباقي الفرق وصلت لحوالي 27 او 28 مباراه. توقعاتك ممكن الدوري يتحسم شكله سواء في المقدمه او في الهبوط قبل نهايته ولا لغايه اللحظه الاخيره؟ على البطل، على البطل لا هيتحسم قبلها بماتشين. على البطل قبلها بماتشين. وفي الهبوط هيتحسم اللحظه الاخيره يعني زي ما قلت لحضرتك كده اللي ربنا شايفه هو اللي هيكون. ولا ممكن نوصل لدوره ثلاثيه او تحت دوره رباعيه ولا فوق؟ لا تحت. لا تحت، يعني انا شايف المستويات قريبه من بعضها والفرق مباراه او اتنين. لا لا لا، هي هتبقى هتلاقيها بتبانت، هتبان هتبان قبل على الاخير كده هتبان. بس برضو مش عشان شطاره فرقتين تانيين ولا لا لا، زي ما قلت لحضرتك ده هي الفرقه اللي هتتعب الاخر والمدرب الواعي اللي هيقلل الاحمال في نهايه السنه هو اللي هيطلع بفرقته كويس، هو اللي هيبقى كويس. تمام. طيب بطوله امم افريقيا خلاص على الابواب، يعني الدوره هيخلص والناس كلها تستعد لبطوله افريقيا. تمام. شفت القرعه وشفت الفرق، لكن احساسك وتوقعاتك مباراه مصر او مباراه البطوله الافريقيه، هل البطوله الافريقيه السنه دي هتبقى بطوله قويه؟ زياده عدد المنتخبات المشاركه ل 24 منتخب هيدي حماس وقوه في البطوله، ولا شايف المستوى الافريقي ازاي في كاس الامم القادمه؟ المستوى الافريقي عالي جدا. وانا شايف وكل وافريقيا مليانه نجوم بره مصر، بره افريقيا محترفين بره زي صلاح وزي ماني وزي، فلا انا شايف ان البطوله الافريقيه هتبقى من اقوى البطولات مرت على تاريخ افريقيا، وهتبقى من احسن البطولات اللي مرت في افريقيا، اللي عشان في مصر وظروفنا ان احنا عايزين ننجحها. مصر عايزه تنجح البطوله وان شاء الله احنا قادرين ان احنا ننجحها. بس كمستوى فني، انا بقول لحضرتك اهو المستوى الفني هيبقى عالي جدا 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 لعدد كبير جدا من اللعيبه المحترفين الافريقيين بره في اوروبا. فهيبقى المستوى عالي جدا، هم اللي هيدوا طعم للبطوله، هو اللي هيدي طعم وشكل ولونه وكل حاجه للبطوله. واخد بال حضرتك؟ فده من واحنا هنخلي للبطوله شكل بتنظيمنا وجمهورنا هيخلوا له شكل اجمل واجمل في التشجيع. لا انا شايف ان دي هتبقى من اقوى البطولات على مر التاريخ. مجموعه مصر فيها الكونغو الديمقراطيه، اوغندا، زيمبابوي. المستوى الفني البعض قد يعتقد ان اسامي مش في المستوى الكره القدم الافريقيه بالمستوى العالي زي السنغال او نيجيريا او الكاميرون، لكن الكونغو وزيمبابوي اوغندا برضو من الفرق اللي عملت نتائج في التصفيات نتائج كبيره. طبعا مازيمبي بيلعب فين؟ زيمبابوي. مازيمبي في الكونغو. مش عندنا الكونغو. طيب هي الفرقه صعبه جدا، فاكيد الدوري بتاعها صعب. لا المجموعه بتاعتنا مش قويه زي السنغال والمغرب مثلا، لكن جامده، يعني احنا مش هنطلع منها كده يعني اكننا بنتفسح، لا احنا هنتعب وهنعلق جامد ان شاء الله. هيبان ان مدربنا كويس ومحترم وقد يكون او لا يكون في هذه البطوله طبعا. لكن في مجموعتنا ما هياش سهله، مجموعتنا فيها فرق كويسه، فيها لعيبه محترفه كتير بره، مدربينها مدربين كويسين وعاليين جدا. لا مجموعتنا مش سهله، مجموعتنا يمكن تيجي رقم 2 بعد السنغال على طول، بعد مجموعه السنغال والمغرب. لا بس المغرب مع كوت ديفوار وجنوب افريقيا، مع مجموعه المغرب وجنوب افريقيا وكوت ديفوار. وكوت ديفوار دي اصعب مجموعه. طبعا البعض بيعتقد ان البطوله الافريقيه هتبدا قوتها من دور ال 16 مش من دور المجموعات. لا هتبتدي من الاول خالص، لان كل الفرق كويسين
كل الفرق كويسين وكل الفرق عندها نجوم وكل الفرق مستعدة، ولا الناس كلها هتستمتع بكرة كويسة. يعني أنا متأكد من كده شوية إن شاء الله. يعني من يعني بعيد عن التمنيات، احنا كلنا بنتمنى منتخب مصر، لكن لو بتكلم في فرق المربع الذهبي او المباراه النهائيه، مين المنتخبات اللي انت شايفها تكون موجوده في الختام؟ يعني ما بين مصر مثلا ساحل العاج، غانا، ممكن السنغال، المغرب. السنغال، المغرب، ما المغرب اذا كان احداد، خالد احداد ده نجم المغرب، خالد بوطيب قصدك، خالد بوطيب نجم المغرب وهو اللي بيجيب لهم الاجوان بالمنظر ده في نادي الزمالك، يبقى المغرب تعبان. واذا كان برضو هيبقى نمره 2 وليد مش في حالته، لا انا شايف ان السنغال، مصر، ساحل العاج، غانا، من الاربع فرق اللي ممكن يكسروا الدنيا. مين النجوم اللي ممكن تكون هي بيسموها كده نجوم البطولة أو هم حديث الناس كلها في البطولة الإفريقية وكل وكالات الأنباء والعالم كله هيتكلم عليها؟ ما احنا عندنا اتنين في البطولة كلها؟ صلاح وماني. فهم الاتنين، أي حد بقى هيطلع تاني هنتفرج، لكن احنا عندنا صلاح وماني لازم هيكونوا أحسن اتنين في البطولة. يعني للأمانة يعني هيكونوا أحسن اتنين في البطولة، حد هيطلع بقى تاني عليهم زيادة يا مرحب، هنتفرج ونستمتع ومن حزن حظنا. يعني ممكن تحصل مفاجآت؟ طبعا الكرة القدم ما كانتش كرة قدم، دي تبقى مفاجآت، لازم تحصل مفاجآت ربما. نسيت الكاميرون يا كابتن شمس، تتكلم والكاميرون، الكاميرون حامل اللقب لكن ما رشحتوش في المراحل النهائية. لا الكاميرون ما عندوش فرقة كويسة كتير يعني، بس هو بطل القارة آخر دورة طبعا، المباراة النهائية كانت مع مصر وكسب البطولة طبعا. احنا خلي بالك بعد ما خدنا الثلاث بطولات مع الأربع بطولات الأخارة أو الثلاثة الأخارة، كان ثلاثة من كابتن حسن شحاتة، ما كناش بنوصل للتصفيات حتى. فقعدنا مرتين ثلاثة ما نوصلش للتصفيات حتى، وبعدين لما وصلنا للتصفيات خدنا تاني. فلا انا شايف الكاميرون بعيد شويه، مش مقياس يعني. لا مش مقياس. كلمه اخيره تحب تكتب بها هذا الحوار؟ بقول بشكر جمهور النادي الاهلي، وبقول انت قد ايه فعلا جمهور عظيم، ودايما بنتعلم منك، واحنا دايما علشانك يعني. وبقول للعيبه النادي الاهلي نركز وننسى اللي فات، وزي ما انتوا عملتوا كده في الملعب ورحتوا حيطوا جمهور، احنا مستنيينكم اعتذرتوا للجمهور بايديكم، عايزين بقى اعتذار رسمي في الماتش اللي جاي، اعتذار رسمي في الماتش اللي جاي، نلاقي رجاله جدعان، بلعتوا كل الثقافات الماتشات اللي فاتت كلها، وبتورونا حاجه جميله جدا في الماتش اللي جاي. كابتن شمس حامد نورتني وشرفتني، وكل التوفيق ليك يا رب في الفتره القادمه. شكرا يا محمد، انا بشكرك وبشكر كل الاهلاويه اللي اتفرجوا علينا، وارجو ان يكون ضيف خفيف عليهم يعني. اكيد باذن الله. شكرا جزيلا ليك. كانت فقره مهمه جدا في ختام هذا الحوار، استرجعنا ذكريات الماضي وحديث الحاضر، سواء في ذكريات الماضي مع النادي الاهلي في المباريات المحليه ومباريات القمه امام الزمالك، وحديث الحاضر وما هو قادم بالنسبه للاهلي في المشوار المحلي والمنافسه القويه خلال الفتره القادمه. بهذا الحوار وبهذا اللقاء نكون وصلنا لختام حلقتنا النهاردة من برنامج الأهلي الليلة. شكرا لحسن المشاهدة والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.